ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الاول خالص نبارك للنادي الاهلي فوزه النهارده المستحق حقيقه يعني عن جدار برباعيه على الاهلي السعودي في كاس العالم للانديه وحصوله على المركز الثالث او الميداليه البرونزيه للمره الثالثه في تاريخ النادي الاهلي من اجمالي 4 مشاركات خاضهم في سبيل الحصول على الميداليه البرونزيه. كسب 3 وخسر مباراه. الاهلي هو النادي الوحيد في العالم اللي خاض 7 نسخ او اشترك في 7 نسخ لكاس العالم للانديه. هو صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات. النادي الاهلي بيخوض منافسه في بطوله من وجهه نظر انا الشخصيه يعني وجهه نظر كتير جدا من الناس بطوله غير عادله. كاس العالم للانديه هي بطوله غير عادله. كاس العالم للانديه بطوله بتتفصل على الكيف، لا مؤاخذه يعني فيها خيار وفقوس. كاس العالم للانديه بطوله قاريه لابطال القارات انما بتفتقد يا جماعه للعنصر الاساسي اللي اتبنى عليه او اتبنت عليه رياضه كره القدم او لعبه كره القدم. اهم عنصر في كرة القدم اللي هو عنصر العدالة المساواة تكافئ الفرص ما بين الجميع. طب انا عايز اقول لك حاجة، اي مباراة من يوم ربنا خلق كرة القدم لغاية النهاردة هي بتبتدي بنتيجة واحدة 0-0. في مباراة في التاريخ ابتدت بنتيجة غير 0-0. يعني انت عمرك شفت فرقة في الدنيا نازلة كسبانة 2؟ عمرك شفت فرقة نازلة خسرانة 1؟ مفيش. اي مباراة في الدنيا بتبتدي نتيجتها ايه؟ 0-0. مش كده ولا انا غلطان؟ طيب ليه 0-0؟ عشان تكافؤ الفرص ما بين الفرقتين، علشان العدل ما بين الفرقتين. هو ده الاساس اللي بتبني عليه الرياضه. انما البطوله دي افتقدت لهذا الاساس. فرق ولاد البطه السمرة بيلعبوا السمرة والقمحيه، بطه السمرة والبطه القمحيه، دول بيلعبوا تصفيات، وولاد البطه البيضة تمام والبامبي دول اللي بيلعبوا السيمي فاينل على طول، اللي هو بطل اوروبا وبطل امريكا اللاتينيه. ليه يا حبيبي؟ ليه يا بابا؟ ادي 1-2 ده يا ريت كده بس. ده الغلابه بقى اللي هم بيلعبوا الماتشين الاولانيين علشان يتاهلوا بعد كده يلعبوا البشوات. الغلابه بيلعبوا الاول عشان يلعبوا البشوات بتوع العالم في الكوره اللي هو بطل اوروبا وبطل امريكا اللاتينيه. ده كمان يا عيني بيطلع بانذاراته وبيطلع بطرده وبيطلع باصاباته وبيطلع بايه كمان وبيطلع بالفتره الزمنيه اللي راحه اللي مش موجوده ما بينه وما بين المنافس. يعني النهارده مثلا يعني ممكن يلعب سبت واربع، الاربع ده ما لعبش خالص، الاربع ده جاي من بيتهم مأنتخ في الانتيخ مثلا يعني. فابو اللعب السبت ده حد 2-3 وبيلعب الاربع. فحتى الراحه، مبدا الراحه مفيش فيه تكافؤ، الانذارات مفيش فيها تكافؤ، كل حاجه مفيش فيها ايه؟ تكافؤ، اجهاد. زي ما
محمد محسن بيقول لي كده. انما في الاول وفي الاخر احنا بنتكلم عليها ان هي بطوله عالميه، بنتكلم عليها ان هي بطوله تسويقيه، الرعاه طبعا بيتحكموا معاك جدا ان الرعاه بيتحكموا فيها. انما انا وجهه نظري الشخصيه يعني المتواضعه جدا طبعا، اللي هي لا تمثل اي شيء في الاتحاد الدولي ولن تغير حاجه في الموضوع خالص، يعني ان المركز الثالث في كاس العالم للانديه بالشكل ده لا هو مركز اول، لا هو مركز اول. ولا انا غلطان؟ اعمل لي تكافؤ فرص ونشوف نلعب، وكل واحد ياخد فرصته، كل واحد ياخد ايه؟ ياخد فرصته. اعتقد ان بهذا الكم او هذا الحجم من الانجازات او البطولات اللي بيعملها الاهلي، فاعتقد يعني اعتقد يعني انه كده هو اصبح النادي رقم واحد في افريقيا. ولا انا غلطان؟ يعني ارقامه وانجازاته هي اللي بتقول مش انا، شغله تعبه اجتهاد الناس اللي مسؤولين عنه جمهوره اعلامه لعيبته الكلام ده كله هو اللي بيقول مش انا. يعني النهارده مثلا اللي خد المركز الثالث مثلا مش فرقه مثلا فتحي شوكت، يعني الاهلي اللي خد المركز الثالث. ما تقدرش تطلع تقول النهارده ان اللي خد ثالث عالم للانديه فرقه غير الاهلي، ما تقدرش، لان هو اللي طلع قال كده. قوم بقى، انا راجل زملكاوي فبقول كده، واحد غيري مش عارف ايه متعصب فمش عاوز يقول كده، دي قصه تانية، ده موضوع تاني. ده بقى يخش بقى في ايه، في حته الاعلام، وانت بقى مشجع ولا اعلامي ولا انت قاعد بتشتغل ايه بالظبط على المركب. يعني خلونا نطلع من الحته دي ونشتغلها ايه، اعلام وكوره ملهاش دعوه باهلي وزمالك، مالناش دعوه باهلي وايه وزي اعلام وكوره. وانا ده وجهه نظري، يعني اللي عاوز يشتغل اعلام يشتغل اعلام، اللي عايز يشتغل تشجيع يبطل اعلام ويشتغل تشجيع، مش كده برضه ولا انا غلطان؟ بس ما علينا.